السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من مادتنا المواطنة وحقوق الإنسان. وإن شاء الله النهاردة هنتناول مراجعة الموضوع الأول أو الفصل الأول لمادة المواطنة وحقوق الإنسان. وبأكد تاني إن هي مادة خارج المجموع، لكن مادة مهمة بالنسبة لنا كطالب مثقف، كطالب تقدر تعرف وتتعرف على حقوق وواجبات المواطنة. هيكون معاكم ميس فيوريت فوزي. بأكد تاني على محتويات الفصل الدراسي الأول يا سنة تانية، أنت بتدرس إيه؟ أنت بتدرسي إيه؟ بتدرس فصلين، الفصل الأول المواطنة واجبات وحقوق، والفصل الثاني حقوق الإنسان. طيب إحنا زي ما قلنا هنتناول النهاردة الفصل الأول المواطنة واجبات وحقوق. طيب الفصل الأول ده إيه اللي إحنا هندرس فيه؟ هيكون عبارة عن إيه اللي إحنا هنتناوله من موضوعات في الفصل الأول؟ الفصل الأول هنتناول أولاً عناصر الدولة. يبقى أول حاجة هناخدها مع بعض عناصر الدولة وهنتعرف عليها. ثانياً هناخد مقومات الدولة المدنية. ثالثا هنتناول المواطنة بشيء من التفصيل. يبقى ده اللي احنا هنتناوله في الفصل الأول يا سنة تانية. نخلي بالنا كده مع بعض ان احنا نرسم خريطة ذهنية واحنا بنذاكر المادة علشان تبقى بالنسبة لنا سهلة ومبسطة جدا، بحيث ان انت لما تيجي تذاكرها ما تتلخبطش من العناصر اللي موجودة، لان العناصر هتكون كتيرة في الموضوع ده. علشان كده بأكد تاني إن إحنا نعمل خريطة ذهنية لينا علشان وإحنا بنذاكرها نذاكرها بطريقة سهلة ومبسطة. طب نشوف كده مع بعض الجزء الأول، إيه هي الدولة؟ يعني إيه كلمة دولة؟ تعالوا كده نتعرف على الدولة. وزي ما إحنا قلنا إن إحنا بنحاول إن إحنا نكون عندنا نوع من أنواع الثقافة، إن المادة هنا بتمدنا إن إحنا نكون إزاي تكون إنسان ومواطن وطني فاهم يعني إيه المواطنة. الدولة يعني كيان اجتماعي وسياسي ذي حدود معينة وبيكون ذا سيادة، وده دايماً اللي إحنا بنأكد عليه. بمعنى أدق وأكثر توضيح، إن الدولة زي اللي إحنا عايشين فيها كيان متضمن في إيه؟ كيان بيحتوي على إيه؟ ومرتبط بإيه؟ أو مرتبط بإقليم جغرافي ذو حدود معينة، وأيضا كيان اجتماعي وسياسي المواطنين بيكونوا ذو سيادة فيه. يعني من حق الدول التانية إن هي ما تتدخلش أو ليس لها حق في إن هي تتدخل في شؤون الدولة، وده اللي احنا بنأكد عليه. يبقى هنا أنت عايش في دولة، طيب بتقول يعني إيه دولة؟ تقول عليها إنها كيان اجتماعي وسياسي الناس فيه بتمارس فيه علاقتها الاجتماعية وبتمارس فيها أنشطتها السياسية، له حدود جغرافية ذو حدود معينة، وبيكون ذا سيادة. يعني إيه ذا سيادة؟ يعني مفيش حد بيتدخل في الدولة، أو ليس من حق الدول الأخرى إن هي تتدخل في شؤون إيه هذه الدولة. طب بس كده، طب إيه هي الدولة؟ طب تعالوا نتعرف كده على أولاً فيها ومهمة جداً عناصر الدولة. ومهم إن إحنا يا سنة تانية نخلي بالنا من عناصر الدولة، لأنها مهمة جداً إن إحنا نتعرف عليها علشان لما يجي لنا أي سؤال فيها يبقى السؤال بالنسبة لنا سهل وبسيط ومفهوش أي شيء. تعالوا كده نتعرف على عناصر الدولة. إيه هي العناصر الدولة؟ زي ما هو موجود قدامكم كده، الأرض، الشعب، السلطة. طيب تعالوا نشوف كده يعني إيه الأرض. الأرض قال لنا إن هي رقعة جغرافية بيقيم عليها أفراد الشعب، وده اللي موجود حاليا. أنت دلوقتي عندك أرض، الأرض عبارة عن إيه؟ دي من عناصر الدولة. أنا عشان أقول إن أنا في الدولة يبقى أنت لك أرض عايش عليها، كل أفراد الشعب موجودين عليها ومقيمين عليها، ودي رقعة جغرافية ولها حدود معينة زي حدود مصر. حدود مصر، ومش ممكن إن أي دولة زي ما قلنا بتتدخل في هذه إيه الدولة أو في شؤونها. يبقى أول حاجة الأرض، إنها رقعة جغرافية يقيم عليها أفراد الشعب. طب تاني حاجة من عناصر الدولة الشعب ذات نفسه، الناس اللي عايشين، المجموعات البشرية اللي عايشة هنا في الأرض دي بشكل دائم في الحدود الإقليمية لهذه الدولة،
وده اللي احنا موجود دلوقتي هنا هو ان مفيش دولة ما بتقومش ما يكونش فيها شعب. ما اقدرش اقول على دولة ويكونش عندها شعب، ما يكونش فيها ارض، ما يكونش فيها سلطة. الثلاث عناصر دول مهمين جدا 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 واساسيين جدا جدا في الدولة. يبقى انا هنا هو عندي مجموعات بشرية بتعيش بشكل دائم في الحدود الاقليمية لهذه ايه؟ لهذه الدولة. وطبعا الناس ديت الموجود او الافراد الموجودين دول بيكونوا عندهم كفاءه وخبرات وكلهم بيكونوا في خدمه المجتمع. طب ثالث حاجه او ثالث عنصر من عناصر الدوله هي سنه تانية السلطه. ايه هي السلطه؟ قال لي السلطه دي هيئه حاكمه تشرف على الارض والشعب وتلزم الافراد باحترام ايه؟ قوانينها. زي ما احنا عارفين في سلطة هنا، والسلطة دي سلطة حاكمة مهمتها انها تشرف على الارض، وهتشرف كمان على مين؟ على الشعب، على الاثنين. يبقى السلطة بتشرف على مين ومين؟ الارض والشعب. برافو عليكم. ومهمتها ان هي تكون قادرة على ان هي تلزم الافراد بان هم يحترموا القوانين اللي موجودة في الدولة. خلي الافراد اللي موجودين يحترموا القوانين ويحافظوا على حدود الايه؟ حدود الارض زي ما هو متواجد دلوقتي، نحافظوا على حدود ارضهم، على حدود دولتهم. يبقى هنقول من تاني الجزء ده احنا عندنا الدوله كيان اجتماعي وسياسي ولها اقليم جغرافي محدد وبيكون ذا سياده. يعني ايه ذا سياده؟ يعني ما فيش دوله اخرى تقدر تتدخل في شؤونها. طب ايه هي عناصر الدوله؟ قال لنا ثلاثه. يلا بينا نعمل الخريطه الذهنيه بتاعتنا: الارض، الشعب، السلطه. نحط كلمة صغيرة كده هوت اللي بيها نفهم يعني ايه الأرض، إنها رقعة جغرافية. برافو عليكم. دي اللي بيعيش عليها الشعب، والشعب إن هم مجموعات بشرية وطبعا بيعيشوا بشكل دائم. ما أقدرش أقول على دولة وما يكونش فيها شعب، ما أقدرش أقول دولة وما يكونش فيها أرض، ما أقدرش أقول دولة ما يكونش فيها سلطة. السلطة بتيجي تجمع بين الاتنين، إن هي هيئة حاكمة هتشرف على الأرض علشان تحافظ على الأرض وعلى كل شبر في الأرض، وأيضا تلزم ويحترم الايه؟ القوانين. ده كان بالنسبه لاولا. تعالوا نشوف كده ثانيا، يلا بينا بالخريطه الذهنيه بتاعتنا. هناخده مقومات الدوله المدنيه. مقومات يعني عوامل. يا ترى ايه عوامل الدوله المدنيه؟ انا عشان اقول ان الدوله دي دوله مدنيه، ايه اللي قال لنا الاول؟ تعالوا نعرفكم على الدوله المدنيه. يعني ايه دوله مدنيه؟ قال لي هي دوله المواطنه وسياده القانون التي يتمتع فيها الفرد بحقوقه ويؤدي واجباته دون تمييز بين المواطنين. يبقى نخلي بالنا، انا عشان اقول ان الدوله دي دوله مدنيه اقول ان هي دوله مواطنه. الانسان فيها يعني ايه مواطنه؟ يعني فيها سياده قانون، يعني الانسان فيها بيتمتع بحقوقه، بيعمل على الحقوق اللي هو مفروض ان هو ياخدها، حقه في كل حاجه في المجتمع. انه كمان بيؤدي واجباته، يعني الفرد هنا لازم يكون بيؤدي ايه؟ واجباته اللي عليه، يعني كل فرد له دور وله عمل لازم يؤديه. هنا بيكون بدون تمييز بين المواطنين، يعني تمييز بالدين او اللغه او الجنس او اللون او العرق بيكون دون تمييز. فعشان كده بنقول ان هي دوله ايه؟ مواطنه، او نسميها دوله مدنيه. طيب مقومات الدوله المدنيه ايه؟ قال لي انا عندي عوامل علشان تقوم عليها الدوله المدنيه. ايه هي العوامل دي؟ المواطنه، الديمقراطيه، المجتمع المدني، حقوق الانسان. تعالوا نتعرف عليها اكتر واكتر ونشوف مقومات الدوله المدنيه بشيء من التفصيل. ايه هي بقى مقومات الدوله المدنيه بشيء من التفصيل؟ المواطنه. يعني ايه المواطنه؟ قال لي لا يتم تفعيل المواطنه الا تحت نظام سياسي ديمقراطي يشمل المجتمع كله. بمعنى إن المواطنة دي المحرك الأساسي اللي بيقوم بتفعيل حقوق الإنسان وتحويلها من منظومة قانونية نظرية لسلوكيات واقع ملموس. مهمة جدا، واقع ملموس. ده احنا لسه قايلين اهي حقوق وإيه؟ وواجبات. إن الإنسان بيقوم بنظام سياسي ديمقراطي بيشمل جميع شرائح المجتمع، قائم على حفظ حقوق الإنسان وصون كرامته وتوفير متطلبات الحياة الكريمة إيه؟ له. ده بالنسبة للمواطنة اللي هي أول مقوم من مقومات الدولة المدنية. طيب تاني مقوم عندنا الديمقراطية. يعني إيه ديمقراطية؟ يعني حكم الشعب. كلمة ديمقراطية دي كلمة يونانية، لفظ يوناني، ديمقراسي لفظ يوناني بيتكون من مقطعين أو شقين، وتعني الشعب أو يعني السلطة أو الحكم.
وبيكون هنا حكم الشعب حكم سياسي بيقوم على مشاركة الشعب في الحكم، يعني بيكون الشعب هو مصدر الايه السلطات. عشان كده اقول ان دي دولة ايه ديمقراطية. خلي بالنا ان احنا عاملين نسمين مع بعض خريطة ذهنية بنكتب فيها مقومات الدولة المدنية، وبنروح مطلعين 4 افرع، وبنكتب اول حاجة المواطنة، تاني حاجة الديمقراطية ان هي حكم الشعب، وده نظام سياسي بيقوم على مشاركة الشعب. برافو عليكم. طب ايه هي حقوق الانسان؟ قال لي حقوق الانسان الهدف الاساسي للدولة المدنية انه يصون كرامة المواطنين ويحفظ حقوقهم وحقوقهم، واي حاجة في المجتمع بتقاس ورقي اي مجتمع هيقاس بدرجة التطور الثقافي والاجتماعي لايه لافراده. يبقى نخلي بالنا يعني ايه حقوق الانسان. قال لي حقوق الانسان يعني هنا صيانة وكرامة المواطنين وحفظ ايه وحفظ حقوقهم، وان اي تطور في المجتمع بيتقاس بدرجة التطور الثقافي والاجتماعي اللي موجود لافراده. وطبعا كل ما ارتقى الافراد من ان هم مثقفين وان هم حياتهم الاجتماعيه متطوره ومتفاعلين وعندهم عداله اجتماعيه وعندهم وعي انساني وحضاري، كل ده بيدل على ان هنا في حقوق من حقوق الايه الانسان، وبيدل ايضا على صيانه الدوله لكرامه الايه المواطنين وحفظ حقوقهم. يبقى نخلي بالنا من هنا عشان لما يجي سؤال ويجيب لنا يعني ايه حقوق الانسان ويقول لنا تشير العباره الى ايه، نقدر ان احنا نختار اختيار صحيح. رابع نقطه عندنا المجتمع المدني، وهي منظمات اهليه لكن بتكون غير حكوميه، يعني لا تستهدف الربح سنه ثانيه. طيب وركائز قويه عشان تبني الايه ديمقراطيه، يعني المجتمع المدني بيبقى محتاج ناس كتير تسنده، وبيبقى فيه منظمات غير حكوميه زي الحاجات اللي هي بتكون عادات تطوعية أو منظمات المجتمع المدني، ودي كلها بتعمل بعض المشروعات اللي هي بتساعد فئات المجتمع وبتوزع الأدوار، وبيكون في علاقة ما بينها وما بين المجتمع. فعشان كده بنسميها المجتمع المدني، وبنسميها إنها منظمات أهلية غير مستهدفة الإيه الربح، لكن بتكون غير حكومية زي الأعمال التطوعية والمؤسسات والجمعيات الأهلية اللي بنسمع عنها. جمعيات أهلية كثيرة بتكون في المجتمع، دي بتفيد المجتمع وبتقف مع المجتمع في أزمات كتير، وبتخدم المجتمع المدني بكل ما فيه. يعني نسمع ان الحي دوت كان في منظمه اهي او في جمعيه اهليه علشان تساعد الناس اللي موجودين فيه في ازمه كورونا مثلا اللي كانت موجوده، وغيره وغيره وغيره. يبقى هنا عندنا مقومات الدوله المدنيه 4. ايه هم يا سنه تانيه؟ يلا نكتبهم كده على الشات: المواطنه، الديمقراطيه، حقوق الانسان، المجتمع المدني. كل جزئيه من دي احنا بنفهمها ايه هي علشان نقدر نحل الاسئله مع بعض بصوره مبسطه وسهله. ثالثا المواطنه، يلا بينا نصحصح كده لان المواطنه هتكون عندنا طويله شويه. يبقى احنا خدنا الاول الدوله وخدنا عناصر الدوله واخدنا ثانيا مقومات الدوله المدنيه، ان دلوقتي هناخده المواطنه. ايه هي المواطنه؟ هل المواطنه علاقه بين الفرد والدوله بما تتضمنه تلك العلاقه من واجبات وحقوق ويحددها قانون تلك الايه تلك الدوله. اي واحد يقول هنا هو المواطنه بتاكد على على العضويه المتساويه لجميع الافراد المجتمع من حقوق وواجبات، وده بيعني تساوي افراد المجتمع في الوطن الواحد، ان هم متساويين دون تمييز بسبب او مفيش تمييز بسبب الدين او الجنس او اللون او العرق او المستوى الاجتماعي. طب المواطنه بترتبط بمفاهيم تانية؟ ايوه بترتبط بمفاهيم تانية زي سياده القانون، زي التداول السلمي للسلطه، كل ده مرتبط بالايه؟ بالمواطنه. يبقى اختصاره كله تعريف المواطنه في ان هي علاقه بين الفرد والدوله. تتضمن تلك العلاقه ايه؟ واجبات وحقوق. واجبات الفرد له واجبات بيقوم فيها، وايضا الدوله بتقدم له حقوق لازم الدوله تقدمها للفرد اللي بيعيش فين في المجتمع او في الدوله. طب ايه اللي هيحدد العلاقه اللي بينهم؟ قال لي هيحددها القانون. طيب قانون ده هيكون فين؟ قانون تلك الدوله، لان كل دوله لها قانون يا سنه تانيه مختلف عن الدوله الاخرى، فبالتالي كل واحد هيتساوى في حقوقه وواجباته في الدوله اللي هو هيعيش ايه؟ هيعيش فيها. وزي ما قلنا بيكون متساويين، الجميع متساويين دون تمييز بسبب الدين او الجنس او اللون او العرق او المستوى الاجتماعي. طب تعالوا نستفيد اكتر في المواطنه.
قال لي أول حاجة تعالى أعرفها لكم المواطنة والدولة المدنية. يعني إيه مواطنة ودولة مدنية؟ طب ما إحنا يا ميس لسه واخدين الدولة المدنية، ما أنا عايزة أقولها لك إن أنا بأكد عليها إن ما لم تظهر الدولة المدنية إلا في القرن الثامن عشر، وده أكد وبتؤكد على الفصل بين السلطات التشريعية الثلاثة اللي هم التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإن بيتساوى الجميع أمام الإيه؟ القانون. لم يتحقق كل ده دفعة واحدة، لكن ده كان على مدى زمني إيه؟ طويل. يعني تعريف الدولة المدنية اللي احنا خدناها إن هي فيها حقوق واجبات وسيادة وقانون، كل ده ما جاش من فراغ أو ما جاش مرة واحدة، دي ما ظهرتش تعريفها وما بنتش أكتر غير في القرن التاسع إيه؟ التاسع عشر، يعني خدت مدى زمني طويل. طب ده أول حاجة هنعرفها أو عرفناها عن المواطنة، وهي المواطنة والدولة الإيه؟ والدولة المدنية. تعالوا نتعرف أكتر مع بعض كده عن مكونات المواطنة. يا ترى إيه مكونات المواطنة؟ يلا بينا نعمله الخريطة الذهنية اللي إحنا واخدين عليها، الخريطة بتاعتنا، الخريطة الذهنية. طيب بنطلع أول حاجة الواجبات، يبقى أول مكون من مكونات المواطنة الواجبات، تاني مكون المشاركة المجتمعية، ثالث مكون من مكونات المواطنة الحقوق، رابع مكون أخلاقيات المواطنة، خامس مكون وهو الانتماء. تعالوا نتعرف كده على الواجبات ونفهمها علشان لما يجي لنا في الامتحان اختيار يبقى فارقين ما بين الواجبات والمشاركة المجتمعية والحقوق وأخلاقيات المواطنة والانتماء. الواجبات تعني الالتزامات اللي ينبغي أن يؤديها الفرد تجاه الوطن الذي يعيش فيه. في واجبات لازم كل واحد يؤديها، انت واجبك او انت واجبك ان انت تذاكر وتعمل اللي عليك علشان تكون مواطن صالح للمجتمع، تعمل بعد كده بعد ما تتخرج وتتعلم تقدر تخدم المجتمع. كل فرد من الموجودين في المجتمع اللي احنا شايفينه دلوقتي عنده التزامات لازم يقوم فيها تجاه الوطن اللي بيعيش فيه، كل واحد بيأدي دوره، كل واحد بيأدي شغله، يبقى دي بنسميها واجبات. طب ايه تاني من مكونات المواطنة؟ قال لي المشاركة المجتمعية، انت مواطن لازم يكون تكون مشارك ايجابي في كل المجالات بقى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، في انتخابات بتروح تشارك، في حاجة عمل تطوعي بتروح تشارك كمواطن، يبقى دي اسمها مشاركة ايه؟ مجتمعية، ان انت تكون مواطن مشارك ايجابي. طب ايه تالت؟ ايه تالت حاجة من مكونات المواطنة؟ الحقوق، حقوقا يتمتع بها جميع المواطنين، انت عندك المواطنه بتضمن ان انت بتتمتع بالحقوق بتاعتك، وفي نفس الوقت واجبات بيجب على الدوله والمجتمع الوفاء بيها، يعني في حقوق لك هتاخدها من الدوله، الدوله لازم هي توفرها لك، دي الحقوق اللي الدوله ايه بتوفرها لك اللي انت لازم تتمتع بيها، دي حقوقك. طيب رابع مكون من مكونات المواطنه اخلاقيات المواطنه، وارجوكم نخلي بالنا من تعريفها إن هي يعني إيه أخلاقيات المواطنة علشان ما نتلخبطش ما بينها وما بين أي حاجة تانية من الواجبات أو المشاركة المجتمعية. القيم التي يكتسبها المواطن دي بتكون موجهة لسلوكه في المجتمع. يبقى أخلاقيات المواطنة يعني إيه أخلاقيات المواطنة؟ قال لي يعني القيم التي يكتسبها المواطن ودي بتكون موجهة لسلوكه في المجتمع. كل مواطن عنده قيم بتحددها وهو اللي بيتصرف بناء عليها، فعشان كده بنقول ان دي اخلاقيات الايه؟ اخلاقيات المواطنه، انه بيحافظ على وطنه، بيخلي باله عليه، عنده واجبات بيقوم بيها، عنده حقوق بياخدها، يبقى كل ده بيحدد سلوكه تجاه المجتمع والوطن اللي بيعيش فيه. خامس حاجه عندنا من مكونات المواطنه وهي الانتماء. يعني ايه الانتماء؟ يعني شعور الفرد بحبه لوطنه، بيخليه يعمل ايه؟ بحماس عشان يرتقب الوطن وانه يدافع عنه. ده كان بالنسبة للانتماء. يبقى مكونات المواطنة، يلا بينا نعمل كده الخريطة الذهنية بتاعتنا، الواجبات، براهو، المشاركة المجتمعية، الحقوق، اخلاقيات المواطنة، الانتماء. ويا ريت ان احنا نفرق ما بين اخلاقيات المواطنة والانتماء. اخلاقيات المواطنة دي قيم بيكتسبها المواطن وبتوجه سلوكه في المجتمع، لكن الانتماء ده شعور الفرد انه بيحب وطنه وبيخليه يعمل ويرتقي بيه ويدافع عنه. ده كان بالنسبة لمكونات المواطنة. تعالوا نشوف عنصر ثالث. خلي بالنا ان احنا دلوقتي لغاية دلوقتي في المواطنة. شروط تحقيق المواطنة. احنا عشان نحقق المواطنة واقول ان المواطنة دي اتحققت، قال لي لازم ثلاث شروط. ايه هو الشرط الاول؟ عدم وجود شخص واحد حاكم
وإن يكون الشعب مصدر السلطات، يعني بيكون في نوع من أنواع إن الدولة مش بيكون تبقى لتبعية لشخص واحد فقط، لا ده بيكون في دستور ديمقراطي زي اللي موجود دلوقتي، مش واحد هو اللي الناس تتبعه والناس تسمع كلامه والكلام ده كله. طبعا غلط، الكلام ده مش موجود في التحقيق المواطنة، اللي موجود ان احنا هنا هو الشعب مصدر السلطات من خلال الدستور، وان الدستور ده دستور ديمقراطي بيخلي في مشاركة في السلطة ما بين الشعب والايه والحكام. دي اول نقطة من شروط تحقيق المواطنة. تاني شرط اعتبار جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات وممارسة المواطنة بالفعل. كل الناس زي ما احنا ما قلنا ان انا عشان احقق المواطنة لازم اساويهم في كل شيء، في الحقوق والواجبات، وما يكونش فيه تمييز، وان هم يكون عندهم كلهم عدالة على الارض اللي هم عايشين فيها. طب تالت شرط ايه هو؟ وجود طرق تسمح للفرد بالمشاركة واتخاذ القرارات، زي الأحزاب السياسية اللي موجودة والمجالس النيابية والنقابات المهنية والمجالس المحلية والنيابية، وزي ما قلت لكم الأحزاب السياسية اللي موجودة دلوقتي عندنا كذا حزب، كل واحد بينتمي لحزب معين، وفي أفراد كتيرة بتنتمي للأحزاب وبتبدي رأيها وبتشارك في القرارات واتخاذ القرارات اللي موجودة في الدولة. يبقى ده ثلاث شروط من شروط تحقيق المواطنة. بفكركم تاني ان مادتنا هنا مادة ان انت تقدر تكون طالب مثقف، بتاخد معلومات هي مش موجودة عندك بتكتسبها، وبتبقى فاهم ان انا عشان احقق المواطنة لازم يكون الشعب مصدر السلطات ويكون في ديمقراطية، ان يكون جميع الافراد متساويين في الحقوق والواجبات، ان في احزاب عن طريقها زي الاحزاب السياسية والمجالس النيابية والنقابات الفرعية اللي احنا بنشوفها كلها، النقابات المهنية اللي موجودة دي كلها بتسمح للفرد انه يشارك في اتخاذ القرارات. طب نشوف نقطة تانية ايضا في المواطنة، قال لي عندنا حاجة اسمها ابعاد المواطنة. يعني ايه ابعاد المواطنة؟ قال لي المواطنة سلوك حضاري بيحدد علاقة المواطن بالدولة، وبيعمل على نوع من انواع التوازن بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. فعشان كده في بعض المفاهيم ارتبطت بالمواطنة زي الحرية والحق والعدالة والهوية والمصير، كل دي بتتكامل وتترابط. طيب عشان نعرف أبعاد المواطنة، عندي بعد اقتصادي اجتماعي، طب البعد الاقتصادي الاجتماعي ده هدفه ايه؟ قال لي هدفي ان انا اشبع الحاجات المادية الأساسية للأفراد، وان اوفر لهم الحد الأدنى حتى علشان يعيشوا، احافظ على كرامتهم وإنسانيتهم. يبقى ده بعد اقتصادي اجتماعي، ان انت اشباعك الحاجات الماديه من ماكل وملبس ومسكن وكل شيء، في ان انت تعيش حياه انسانيه ادميه فيها كرامه، ده بعد اقتصادي اجتماعي. طب ايه تاني بعد المواطنه؟ قال لي بعد ثقافي حضاري، ان انا احترم التنوع الثقافي للمجتمع، وان انا اعمل على ان انا اهتم بالجوانب النفسيه للافراد، ان انا اخلي الحضاره الانسانيه والثقافيه غير مهدده، ان احنا يكون هنا عندنا تنوع في الثقافي زي الحاجات اللي هم الحفلات اللي بتتعمل وان المشاركات اللي بتتعمل في نوع من انواع التنوع الثقافي، بنهتم باللغه، بنهتم بالحضاره، بنهتم بالهويه، بنهتم بالثقافات والانشطه اللي فيها رقي وفيها فن، كل ده بينمي وبيخلي جوانب النفسيه للافراد لها اهتماماتها. ثالث بعد، بعد قانوني بيرتبط بتنظيم العلاقه بين الحكام والمحكومين، يعني في إطار إيه؟ برافو، في إطار الدستور، بيعبر عنها إيه؟ الدستور، بنستند لعقد اسمه بيسموه عقد اجتماعي وهو الإيه؟ الدستور. يبقى ده البعد القانوني اللي هينظم العلاقة بين الحكام والمحكومين. يبقى ده كان بالنسبة لأبعاد المواطنة، إن هي ثلاث أبعاد أو ثلاث أبعاد، بعد اقتصادي اجتماعي، بعد ثقافي حضاري، بعد قانوني. ده رابع نقطة خدناها. خامس نقطة، واجبات وحقوق المواطن. ايه هي واجبات وحقوق المواطن؟ تعالوا نشوف الأول مع بعض واجبات المواطنة. قال لي واجبات إلزامية وواجبات طواعية، يعني في واجبات إلزامية لازم تقوم أنت بيها كمواطن، لازم تلتمس بيها، تلتزم بيها وتأديها تجاه الدولة والمجتمع اللي أنت عايش فيه، والقانون هيحاسبك لو أنت أخليت وما التزمتش بأدائها. إيه هي الواجبات دي؟
نقول مين تاني؟ يبقى في انا كمواطن عندي نوع من انواع الواجبات، واجبات الزاميه واجبات طواعيه، بنعمل الخريطه الذهنيه مع بعض وبنكتبهم علشان ابقى فاهم ان دي واجبات المواطنه، مفيش غيرهم، واجبات الزاميه واجبات طواعيه. الزاميه انت ملتزم بيها تاديها تجاه الدوله اللي انت عايش فيها والمجتمع، وتحاسبك قانونيا في حاله اخلالك بادائها، ان انت ما عملتهاش وما نفذتهاش، لا هتحاسب. زي ايه؟ قال لي صيانة أسرار الدولة، احترام القوانين وتطبيقها، الحفاظ على أمن الوطن، دفع الضرائب، أداء الخدمة العسكرية. كل دي لو المواطن بنسمع عنها إن واحد مثلا تهرب من الضرائب، لا ده هو القانون بيحاسبه على كده، تهرب من الخدمة العسكرية بيحاسبه على كده، أدى العمليات عنف عشان ما يحافظش على الوطن أو أمن الوطن، أيضا القانون بيحاسبه. إن هو ما احترمش القوانين، ما طبقش المرور، ما احترمش كل شيء في المجتمع واخلي بيه، هنا بيحمل ايه؟ دي واجبات الزاميه، اخليت بيها يبقى القانون هنا هيحاسبك. طب الواجبات الطواعيه؟ لا دي واجبات انت بتقوم بيها بتنفذها دون اجبار او الزام، لا يحاسب على عدم تاديتها القانون. انت بتشارك في حل مشكلات المجتمع، بتساهم في مشروعات، بتعمل عمل تطوعي خير كويس، بتشترك في عمل وعي، وعي بيئي، وعي عن النظافة، وعي عن فيروس من الفيروسات اللي موجودة، وعي عن التوعية بالحفاظ على البيئة ازاي، وازاي تكون انسان مشارك، بتعمل مشروعات صغيرة كويسة علشان تبقى انسان مواطن صالح. كل ده بتقدم خدمات لأبناء المجتمع، دي واجبات طوعية وبتكون دون إجبار أو إلزام، والقانون مش بيحاسب عليها. يبقى ده كان بالنسبة لواجبات المواطنة، وزي ما فكرتكم بنعمل الخريطة الذهنية بتاعتنا ونكتب فيها واجبات إلزامية وواجبات طوعية. طب إيه تاني من الواجبات اللي موجودة عندنا؟ قال لي بقى حقوق المواطنة. أنت عملت واجبات، واجبات إلزامية واجبات طوعية، طب حقوق المواطنة أنت كمواطن عندك كام حق من الحقوق؟ قال لي عندي الحقوق المدنية، الحقوق السياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونقف عندها شوية سنة تانية في انها مهمه وان احنا نفهمها كويس. ايه هي الحقوق المدنيه؟ انت عندك حق التنقل والاقامه وحريه الفكر والتعبير، دي حقوق مدنيه، تغادر الدوله، تطلع من الدوله، تسافر، تيجي، تعود، ده حق ليك. وحق كل مواطن في المساواه امام القانون، وحقك في حريه ان انت تعبر عن الفكر والتعبير عن الرأي، دي كلها بيحميها القانون، بنسميها حقوق ايه؟ حقوق مدنية، ما تلخبطش ما بينها وما بين الحقوق السياسية. الحقوق السياسية حقك في ان انت تترشح، حق الترشح في التصويت، في الانتخابات، في انتخابات السلطات كلها، السلطة التشريعية والسلطات المحلية. وكل مواطن له حق بالعضوية في الأحزاب، ان كنت عايز تبقى عضو في حزب معين مفيش مشكلة. الحق في ان انت تبقى يعني تتقلد سلطة او بعض الوظائف العامة في الدولة، ده حق من الحقوق، ده كل ده بنسميه حقوق ايه؟ حقوق سياسية. خلي بالنا ونفرق ما بينها وما بين الحقوق المدنية. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ده حق المواطن في ان هو يعمل في ظروف منصفة ليه، ما يعني يكون ظروف العمل مناسبة ليه. الرعاية الصحية، حقه في الرعاية الصحية، حقه في المسكن، في التعليم، في بيئة نظيفة، كل دي حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية. يبقى دي بنسميها ايه؟ حقوق المواطنة. نقولها من تانية سنة تانية، حقوق المواطنة، ونعمل الخريطة الذهنية بتاعتنا ونطلع منها الحقوق المدنية، ان انت لك حق في ان انت تتنقل، اقامة، فكر، تعبير. حقوق سياسية اللي هي الانتخابات التشريعية والسلطات المحلية، وان انت تكون عضو من اعضاء في اي حزب من الاحزاب. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ده حق المواطن في العمل، حقه في الرعاية الصحية، في المسكن، في التعليم، في بيئة نظيفة. ده كان بالنسبة لحقوق المواطنة، وأخدنا قبليها واجبات المواطنة. إيه تاني بالنسبة للمواطنة؟ أهمية تدعيم المواطنة في المجتمع. هي المواطنة بتعمل إيه؟ المواطنة بتسهم في إيه؟ إيه أهميتها بالنسبة للمجتمع؟ تعالوا نشوف مع بعض كده. قال لي دي بتضمن المساواة والعدل بين المواطنين أمام القانون. إحنا لسه قايلين مفيش تمييز، ولا تمييز اللون أو العرق أو الدين أو أي شيء آخر. يبقى المساواة والعدل بين المواطنين أمام القانون. إيه تاني بتنمله المواطنة؟ قال لي بتحد من الفتن والصراعات، لأن كل واحد عنده حقوق وواجبات بيلتزم إيه؟
بيلتزم بيها وبيدافع عن الوطن. مش لسه قايلين ان في حقوق الزامية وحقوق طوعية؟ ايضا تنمي الواجبات الزامية وواجبات طوعية، ايضا بتنمي الديمقراطية وضمان الحقوق. تخليك ان انت فاهم يعني ايه ديمقراطية، ان في علاقة وان في الشعب مصدر السلطات وان في دستور بيحقق ده. ايضا زيادة انتماء المواطن لوطنه بتدفعه الى تطوير مجتمعه. كل ما الإنسان انتمى لوطنه وشعر بحبه لوطنه وشعر بإنه له واجبات وشعر بإنه له حقوق بياخدها، كل ده بيخليه يطور من نفسه عشان يطور من مجتمعه ويخدم المجتمع اللي عايش فيه. ده أهمية تدعيم المواطنة في المجتمع، إن احنا ندعم المواطنة، إن احنا نخلي المواطنة مفعلة، مفعلة ولو نسبة، لا ده احنا نخليها نسبتها 100%. دي أهمية تدعيم المواطنة في المجتمع. كل ما دعمنا المواطنة في المجتمع كل ما حققنا اللي احنا شايفناه دوت واللي احنا أخدناه مع بعض، وإن احنا عملنا على تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن وتزيد الثقة المتبادلة. دي بتعمل المواطنة على إنها بتنظم العلاقة بين الدولة والمواطن وتؤدي إلى الثقة المتبادلة أيضا. طب تعالوا نشوف آخر نقطة بقى مع بعض، مؤسسات تنمية المواطنة. هو أنا عشان أحقق المواطنة دي هحققها من خلال إيه؟ قال لي في مؤسسات هتساعدك علشان تنمي المواطنة. تعالوا نتعرف على المؤسسات دي. أولها الأسرة، المدرسة، دور العبادة، وسائل الإعلام، المجتمع المدني. يبقى دي مؤسسات تنمية المواطنة. هنقولهم من تاني، عندنا الأسرة، المدرسة، دور العبادة، وسائل الإعلام، المجتمع المدني. برافو للي عملوا الخريطة الذهنية. تعالوا نشوف دور كل واحدة فيهم إيه، خلي بالنا منها لأنها بتجيلنا في الامتحان فلازم نفرق ما بينهم. الأسرة أهم مؤسسات التنشئة للطفل، طبعا بتزوده بجميع المعلومات، دي أول مؤسسة بيتعامل معاها الطفل، فلازم المؤسسة دي بينمو فيها روح الانتماء بالنسبة للطفل. وطبعا دي مراحل حياته خاصة الطفولة المبكرة بتتكون شخصية الطفل، فمهم جدا ان هنا من خلال الأسرة بيأتي الانتماء اليها. الأول الأسرة وبعد كده الطفل لما بيكبر بيبقى انتمائه لبلده اللي بيعيش فيه. أيضا المدرسة، اختلاط الطلاب بزملائهم في المدرسة ده بيجعله ان هو بيشعر بذاته، بيقوي انتمائه للمجتمع اللي هو عايش فيه، بيخلي عنده توازن كده نفسي ان هو منتمي للمجتمع. المدرسة بتغرس فيه قيم الانتماء للرموز الوطنية في العلم وغيرها، وازاي السلام الوطني وازاي الشخصيات الوطنية وازاي ان احنا نحترم الشخصيات الوطنية وازاي ان هم كان لهم دور. يبقى هنا المدرسة بتقدم برامج توعية عن المواطنة من خلال المناهج. المناهج ايضا في المدرسة هي زي اللي احنا المنهج اللي احنا بندرسه دلوقتي اهو، بينمي الانتماء للوطن عندك، بيخليك تشعر يعني ايه اهمية المواطنة، بيفهمك يعني ايه المواطنة الصالحة، بيدربك على ان انت تناقش القضايا، ان انت تتخذ قرارات، ان انت تشارك في الانتخابات لما تكون لك حق المشاركة وحق التصويت. يبقى انت كده لك دور في المجتمع، لك دور. ايضا دور العبادة، دور العبادة بتكسب الفرد التعاليم الديانية السماوية التي تحكم السلوك وتزوده بمجموعة من القيم زي إتقان العمل، احترام حقوق الآخرين، احترام التعددية، تقديم الواجب على الحق وغيرها من القيم دي أساسية للمواطنة بتساهم فيها دور العبادة، سواء كانت الكنائس أو المساجد كلها بتساهم في إزاي إن الإنسان يحب وطنه ويشارك فيه ويكون له دور فيه. أيضا وسائل الإعلام، ومخلي بالنا وسائل الإعلام مهمة جدا يا سنة ثانية، سواء المسموعة والمرئية والمقروءة، وسائل الاتصال التكنولوجي وخاصة شبكة المعلومات اللي طبعا اللي احنا دلوقتي فيها الانترنت، وازاي ان الاعلام دلوقتي العالم كله كأنه قرية واحدة او يعني حاجة كلها متشابكة مع بعضها زي ما بنقول ان عصر السماوات المفتوحة. وده من أبرز الثقافات اللي خلت إن في تبادل للأدوار والثقافات وبين المواطنين المختلفين بين الدول. المواطن هنا عارف إزاي لو راح الدولة دي هيتعامل إزاي، وإيه حقوقه والواجبات اللي موجودة في الدولة دي، وإزاي ياخد حقوق وواجبات في الدولة الأخرى. يبقى هنا وسائل الاتصال التكنولوجي مهمة جدا في تنمية المواطنة.
أيضا المجتمع المدني ده مؤسسة من مؤسسات تنمية المواطنة، وده بيقوم بدور وسيط إيجابي بين الدولة، نخلي بالنا يعني إيه مجتمع مدني، أهو هيقوم بدور كوسيط إيجابي بين الدولة وقطاعات المجتمع المختلفة، بيحاول إن يسهم في غرس وتنمية قيم المواطنة عن طريق إرشاد المواطنين. وزي ما قلنا إن زي قايم على الأعمال التطوعية، المؤسسات الأهلية اللي بتبقى موجودة اللي بترشد المواطنين إزاي يتصرفوا، إزاي إن هو يبقى ياخد حقوقه، إزاي إنه له واجبات لازم يقوم بيها. المجتمع المدني بيقوم بهذا الدور إنه بيبقى وسيط إيجابي ما بين الدولة والقطاعات المختلفة من خلال غرس القيم، من خلال الوعي، من خلال إرشاد المواطنين. ده كان بالنسبة لمؤسسات تنمية المواطنة. نعملهم في خريطة الذهنية: الأسرة، المدرسة، دور العبادة، وسائل الإعلام، المجتمع المدني. ده تناولنا كده بالتفصيل اللي احنا تناولناه وهو المواطنة. يبقى احنا أخدنا ثلاث حاجات: عناصر الدولة كانت أولا، ثانيا خدنا مقومات الدولة المدنية، ثالثا خدنا المواطنة، وأخدنا باستفاضة كل ما يخص المواطنة. أخدنا الأبعاد وأخدنا مكونات المواطنة والمواطنة والدولة المدنية وشروط تحقيق المواطنة، وأخدنا أبعاد المواطنة وواجبات وحقوق المواطن، وخدنا واجبات المواطن واجبات إلزامية واجبات طواعية، وخدنا حقوق المواطن وهي الحقوق المدنية والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وشوفنا ليه إحنا بندعم المواطنة في المجتمع، وأيضا تناولنا مؤسسات تنمية المواطنة. يلا بينا مع بعض كده نحل بعض الأسئلة اللي هتجيلنا في الامتحان، واللي هي هتعتمد على فهمنا، وإن إحنا هنا بنكون داخلين من غير أوبن بوك، ما بيكونش معانا حاجة، فلازم نكون مذاكرين المادة إن إحنا فاهمينها. فهمنا للمادة هيسهل علينا إن إحنا نحلها بسهولة. الهدف الأساسي من إقامة دولة مدنية هو صيانة كرامة المواطنين. أيوة ميس، إحنا لسه إيه سامعينها، يعني إيه صيانة كرامة المواطنين؟ كانت فين؟ ده الهدف الأساسي من أنا أعمل دولة مدنية، إن أنا أعمل على صيانة كرامة المواطنين. تشير العبارة إلى مفهوم، يا ترى هنا أنا أشرت لمفهوم المواطنة، هنا في حقوق وواجبات، أشرت مفهوم الديمقراطية، ديمقراسي، حكم السلطات ومشاركة مشاركة الشعب، أشرت هنا لحقوق الإنسان، أم أشرت للمجتمع المدني؟ أيهما أدق؟ أنتوا هنا استبعدتوا المواطنة واستبعدت الديمقراطية، طب حقوق الإنسان، ما هو فعلا الهدف الأساسي من إقامة دولة مدنية هو إيه؟ صيانة حقوق الإيه؟ الإنسان. لأن أنا هنا هو في الدولة المدنية أو في المجتمع المدني ده وسيط بين الدولة والقطاعات الإيه؟ المختلفة. المجتمع المدني إن هو الوسيط، أو من خلال الجمعيات الأهلية اللي موجودة اللي هي بتساعد على تقديم الإيه؟ الخدمات للأشخاص. المجتمع المدني اللي هي المنظمات الأهلية غير الطابع الحكومي. يبقى هنا لو جت هنا كانت طابع غير حكومي، وإن هو بيساهم في الأنشطة ولا تهدف إلى الربح، يبقى دي هنقول عليها المجتمع الإيه؟ المدني. لكن هنا أشار إن هي دولة مدنية والهدف منها صيانة كرامة المواطنين، يبقى دي حقوق الإنسان. يعد إشباع الحاجات المادية للأفراد تجسيد لأحد أبعاد المواطنة وهو البعد. يا ترى أنهي بعد هيشبع الحاجات المادية للأفراد؟ كان بعد اقتصادي اجتماعي سنة تانية، ولا البعد الثقافي الحضاري، ولا بعد قانوني، ولا بعد سياسي؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. اقتصادي واجتماعي له طبعا ارتباط بإشباع الحاجات المادية، مأكل ومشرب ومسكن. لكن هنا ثقافي وحضاري مستبعد سياسي، لا قانوني، ده هيبقى عايز القانون. يبقى هنا اقتصادي اجتماعي. برافو لكل اللي جاوبه على الشات. طبعا يبقى هنا البعد اقتصادي اجتماعي اللي هو بيهدف لإشباع الحاجات المادية للإيه؟ للأفراد. يجسد حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير، أحد فئات حقوق الإنسان المتمثلة في الحقوق. طيب أنا دلوقتي خدنا ثلاث حقوق يا سنة تانية: حقوق اقتصادية، حقوق سياسية، حقوق مدنية، والحقوق التضامنية دي في الفصل الثاني. هنا حق حرية الرأي والتعبير ده كان في أنهي حرية؟ يا ترى هنا الحقوق الاقتصادية عشان تعبر عن حرية رأيك اقتصادية؟ قلت لا. هل هنا حقوق سياسية؟ ده أنت هتحقق الرأي والتعبير ده عايز حقوق سياسية ولا تشارك في الأحزاب؟ تمام.
هنا تضامنيه، لا مستبعده عشان احنا هناخدها في الفصل الثاني. ام حقوق مدنيه؟ برافو. طبعا الحقوق المدنيه اللي هي حريه الراي والتعبير والتنقل من دوله الى اخرى وهكذا، دي تعد حقوق مدنيه. مؤسسه لتنميه المواطنه، احنا لسه قايلينها، ايه هي ترى المؤسسه دي؟ اللي بتمثل الوسيط الايجابي بين الدوله وقطاعات المجتمع المختلفه يقصد بها. يا ترى انهي مؤسسه كانت فيها وسيط بين الدوله وقطاعات المجتمع؟ هل هنا الاسره هي الوسيط؟ قلت لا. مدرسه، احنا لسه قايلين ان المدرسه مناهج وتوعيه وتحيه العلم وازاي نشارك في وطننا، هل هو هنا المجتمع المدني اللي هيقوم بهذا الوسيط الايجابي؟ هل وسائل الاعلام هي اللي هتقوم بالوسيط الايجابي؟ قلت لا. امال مين اللي هيقوم بالوسيط الايجابي ده؟ برافو، لسه المجتمع المدني من خلال الجمعيات الاهليه اللي هي بتحاول انها تنشر الوعي ما بين المواطنين، تعمل على نشر الوعي، بتهدف لان هي تخدم المجتمع، نتقدم مشروعات، تقدم برامج توعيه، تقدم ندوات، تقدم جمعيات. الجمعيات دي بتخلي الناس كلها لها نوع من انواع الوعي في المجتمع. فهنا طبعا الاجابه بتاعتنا المجتمع الايه؟ المدني. برافو يا سنه تانيه، برافو، الاجابه صحيحه. تنظيم العلاقه بين الحاكم والمحكوم في الدستور من خلال عقد اجتماعي، يا ترى ايه هي ديت؟ ايه هو البعد اللي كان بيحقق ده، اللي بينظم العلاقه بين الحاكم والمحكوم في الدستور؟ دستور وعقد اجتماعي، ده بيميل لإيه؟ يبقى يشير إلى أحد أبعاد المواطنة، وهو البعد إيه؟ يا ترى اقتصادي اجتماعي، ثقافي حضاري اقتصادي واجتماعي، احنا لسه قايلين ده الحاجات المادية، مأكل ومشرب، ثقافي حضاري، طب ده حاجات الثقافية، الحاجات الترفيهية للمجتمع، طب سياسية، دي المشاركة في الأحزاب، قانوني، برافو عليكم، طبعا بعد قانوني، لأن هنا بيحدد وبينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الدستور، ومن خلال ان هو بيعمل عقد اجتماعي ما بين العقد الاجتماعي ده بنسميه الدستور، بنسميه خلال ان احنا نحقق الايه؟ الديمقراطيه، فده بيحقق البعد وهو البعد الايه؟ القانوني. المحافظه على امن وسلامه الوطن، تجسيد لاحد واجبات المواطنه، يا ترى الالزاميه، الحضاريه، الطواعيه، الاعتياديه. المحافظة على أمن وسلامة الوطن، أنا عشان أحافظ على أمن وسلامة الوطن لازم أعمل إيه؟ هل دي إلزامية، حضرية، طواعية، اعتيادية؟ واخد عليها؟ طبعاً محافظة على أمن وسلامة الوطن دي من كانت من واجبات المواطنة الإيه؟ برافو، الإلزامية، لأن أنا هنا القانون هيحاسب إيه؟ عليها، أنت ملتزم زي الخدمة العسكرية، دفع الضرائب أو تأدية الضرائب، ملتزم إن أنت تحافظ على الأمن وسلامة الوطن. وغيرها من الواجبات اللي انت ملزم ان انت تحققها، زي ان انت تدفع الضرائب، وان انت تحترم القوانين وتطبقها، وصيانه اسرار الدوله، وتدافع على امن وسلامه الوطن. فكل دي واجبات مواطنه ايه؟ الزاميه. ده كان بالنسبه لتجسيد احد واجبات المواطنه، وهو المواطنه الالزاميه. السؤال هنا بيقول لنا يعد حق الترشح والتصويت في الانتخابات والعضوية في الأحزاب، تعكس العبارة أحد صور حقوق الإنسان. احنا لسه قايلينها، فكر كده معانا بالفهم، ده انت عندك حق ان انت تترشح وتتصوت في الانتخابات، ويكون تكون حقك ان انت تكون عضو مشارك في اي حزب من الأحزاب السياسية اللي موجودة في المجتمع. العبارة هنا هتعكس أحد حقوق الإنسان، حقك ايه؟ حقوق الاقتصادية؟ قلت لي لا، عشان دي اشباه حاجات ماديه. حقوق مدنيه؟ قلت لي لا، مش حقوق مدنيه، ده احنا لسه واخدينها، حريه التنقل والتعبير في الراي. تضامنيه؟ قلنا هناخدها في الفصل الثاني. امال حقوق ايه؟ برافو، حقوق سياسيه. حقك من الحقوق السياسيه ان انت الترشح والتصويت في انتخابات السلطه التشريعيه والسلطات المحليه، وان انت تكون عضو في اي حزب من الاحزاب السياسيه الموجوده. السؤال بيقول لنا هنا مجموعة من البشر لهم دور في زيادة قوة الدولة وتنميتها. مين المجموعة اللي من البشر دول اللي هم بيخلوا قوة للدولة؟ هل العبارة هنا بتشير لأحد عناصر الدولة؟ فاكرين عناصر الدولة اللي احنا خدناها؟ اخدنا الأرض والشعب والسلطة. طيب عرفناهم بشيء من التفصيل،
طب نفهم العبارة؟ قال لي على طول مجموعة من البشر. برافو، طبعا كلكم جاوبتوها في نفس واحد. لأن الشعب هنا له دور في زيادة قوة الدولة وتنميتها وإنه يحافظ عليها ويطورها. يبقى هنا ما أشارش للرقعة الجغرافية الأرض، ما أشارش لأن في سلطة بتنظم العلاقة ما بين الأرض والشعب. برافو عليك، ويبقى الاختيار السليم والصحيح هي الإيه؟ الشعب. هيئة حاكمة مهمتها الإشراف على الأرض والشعب الاتنين وإلزام الأفراد باحترام قوانين الدولة. تعكس العبارة أحد عناصر الدولة ويقصد بها. يا ترى مين؟ هل هنا أشرت إن الأرض أحد عناصر الدولة؟ ما إحنا عندنا الأرض والشعب والسلطة، إحنا هنختارهم وهنستبعد كلمة القبيلة. الأرض هنا مش رقعة زراعية، ما فيش هنا عندي رقعة، سوري، رقعة جغرافية، ما فيش عندي هنا رقعة جغرافية بيعيش عليها السكان وبيعيش عليها الأفراد. الشعب إحنا لسه واخدينه إن هما مجموعة من الأفراد اللي موجودين في الموجودين وبيحاولوا إن هما ينموا الدولة اللي هم عايشين عليها. السلطة، برافو، إن هي الهيئة الحاكمة اللي مهمتها إنها تشرف على الأرض والشعب في نفس الوقت، وبتلزم الأفراد في إن هم يحترموا قوانين الإيه؟ الدولة. ده اللي أرادت إن العبارة تعكسه، وهو أحد عناصر الإيه؟ الدولة. يعد حق المواطن في الرعاية الصحية والمسكن والبيئة النظيفة. حقوق الإنسان، يا ترى هنا هو أنت حقك كمواطن في الرعاية والمسكن والبيئة دي أحد حقوق الإنسان، يا ترى هنا حقوق اقتصادية؟ دي لأ. طيب حقوق تضامنية، قلت طبعا إن هي في الجزء الثاني. طب أنا كده غلطت، اقتصادية ولا مش حقوق اقتصادية؟ تمام، برافو، حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، إنها مش حقوق سياسية، لأن السياسية إن أنت تشارك في الحقوق اللي موجودة في المجتمع. لكن هنا حق المدني، برافو عليك، التنقل وحرية التعبير وإن الإنسان له حرية الرأي، لكن دي حقوق مدنية. حقوق اقتصادية لأنها متمثلة هنا، حقوق الاقتصادية متمثلة في الرعاية الصحية والمسكن وإنه هو يحصل على بيئة نظيفة. سؤالنا بيقول لنا المشاركة في تنمية البيئة، حضرتك شاركت في إن أنت تحافظ على البيئة. العبارة بتشير إلى أحد واجبات المواطنة، يا ترى دي واجبات إلزام، واجبات حضرية، اعتيادية، طواعية؟ أنا طبعًا هبص على الاتنين دول، هل هي واجبات إلزامية؟ واجبات المواطنة عندنا كانت إلزامية وطواعية، يا ترى هنا إلزامية أم طواعية؟ ده أنا بقول لك شارك في تنمية المجتمع وحافظ على البيئة. هنا إلزامي ولا تطوعي؟ برافو، طبعًا كل اللي جاوبه طواعية، لكن الإلزامية إحنا لسه واخدينها اللي هي دفع الضرائب، المحافظة على الوطن والدفاع عنه وتأدية الخدمة العسكرية، دي كلها واجبات إلزامية. لكن طواعية إن أنت تشارك وتحسن البيئة وتدخل في أعمال تطوعية كويسة، دي حاجة بالنسبة لنا إيه؟ كويسة في إن أنت تعملها. يبقى هنا تبقى تكون واجبات مواطنة الطواعية. سؤالنا بيقول مجموعة القيم التي يكتسبها المواطن موجهة لسلوكه في المجتمع. احنا لسه قايلينها في الجزء اللي فات، تشير العبارة إلى أحد مكونات المواطنة. فاكرين ما قلت لكم إن المواطنة عندك واجبات، عندك انتماء، عندك مشاركة مجتمعية، عندك أخلاقيات المواطنة. إيه هنا؟ هل هنا أشار قلت لا، مشاركة مجتمعية إن أنت تشارك وتكون مشارك إيجابي في كل المجالات. لو جابوها لك هتبقى مشاركة اجتماعية مجتمعية. طب هنا انتماء، الشعور، شعور بحب الوطن، ما جابهاش. طب امال هي ايه؟ برافو عليك، طبعا اخلاقيات المواطنه اللي هي مجموعه القيم التي يكتسبها المواطن وتكون موجهه لسلوكه فين؟ في المجتمع. وهنا الاجابه الصحيحه هي اخلاقيات المواطنه. اجب عن السؤال الاتي، زي ما احنا عارفين ان احنا امتحاننا هيكون فيه جزء منه اختر من العباره الصحيحه واختيار من متعدد، وجزء هيكون بسيط في الأسئلة المقالية. تعالوا نشوف مع بعض كده لو الأسئلة المقالية جات لنا إزاي نحلها. تتكون الدولة من ثلاثة العبارة، أنا بقول لك أهو إن الدولة بتتكون من ثلاث عناصر أساسية وإحنا عرفناهم. طيب أنت لما تفهمهم وعرفتهم أنا بقول لك دلل على صحة العبارة. لي إيه؟ برافو، هتكتب لي العناصر الثلاثة. إيه هم العناصر الثلاثة اللي إحنا خدناهم؟ الأرض، الشعب، السلطة. وبتبتدي بتقول ايه هي الارض؟ ان هي رقعة جغرافية بيقيم عليها افراد الشعب. تبتدي تعرف الشعب ان مجموعات بشرية بيعيش بشكل دائم في الحدود الاقليمية للدولة دي.
بتبتدي تفهمهم ان السلطة دي هيئة حاكمة بتشرف على الارض والشعب وتلزم الافراد باحترام ايه قوانينها. ده كان بصورة مبسطة جدا ان احنا نجاوب من خلال للسؤال. يبقى بتتكون الدولة من 3 عناصر اساسية دلل على صحة العبارة. لما يقول لك دلل على صحة العبارة بيقول لك جاوب حسب فهمك، انت عرفت ايه؟ انت عرفت ان في 3 عناصر اساسية للدولة اللي هم الارض الشعب السلطة، وبتبتدي تشرحهم بصورة مبسطة. سؤالنا ايضا هنا مقالي اجب عن السؤال الاتي: عصر السماوات المفتوحة ادى بين مواطني مختلف الدول. من خلال فهمك للعبارة حلل دور وسائل الإعلام في تنمية المواطنة. يبقى هنا عايز إيه؟ دور وسائل الإعلام في تنمية المواطنة. تعمل إيه وسائل الإعلام؟ ده لسه قايلها لك أهي، عصر سماوات مفتوحة أدى لتبادل الثقافات والخبرات بين المواطنين المختلف الإيه؟ الدول. إن أنت بتقول لهم إن وسائل الإعلام من خلال فهمنا اللي إحنا شفناه بتلعب دور مهم جدا في بناء الإنسان وتعزيز انتمائه الوطني من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، وسائل الاتصال التكنولوجي وخاصة الشبكة الدولية للمعلومات دلوقتي الإنترنت، وإزاي الإنسان متفتح على كل شيء في العالم، وإزاي إن هو يقدر يتبادل ثقافات وخبرات، وإن هو يعرف حقوقه والواجبات بطريقة سهلة جدا، وإزاي إنه يعرف إن هو إزاي يكون مواطن صالح في المجتمع، وإزاي هنا إنها لما بيقرأ شيء أو بيسمع عن شيء بتعزز انتمائه الإيه؟ الوطني. لو بتكلم عن الوطن لما بيكون بيشوف حاجة احتفال معين في مناسبة معينة زي 6 أكتوبر، إزاي أنت ما عشتش الزمن ده لكن بتشوفه، نمني اعتزازك بوطنك واعتزازك بأرضك، وقد إيه الانتصارات والحروب، وقد إيه إن الإنسان المصري دفع قد إيه من دمه علشان يحافظ على أرضه وحافظ اللي فاتت كلها. يبقى هنا السماوات فعلا المفتوحة أدى تبادل الثقافات والخبرات بين مواطني مختلف الإيه؟ الدول، وبيلعب دور مهم جدا في تعزيز الوطني. السؤال اللي معانا: هل الديمقراطية إحدى مقومات الدولة المدنية؟ من خلال فهمك عبارة استخلص مفهوم الديمقراطية. يبقى أنا هنا إن أنا من خلال فهمي للعبارة ديت إن أنا بحاول إن أنا أعرف إيه هي الديمقراطية. يعني الديمقراطية دي إحدى مقومات الدولة المدنية، فهو عاوز يقول لك استخلص المفهوم من عندك أنت، أنت فهمت إيه عن الديمقراطية؟ طبعاً فهمنا إن إحنا الحكم الشعب، وإن ده نظام حكم سياسي بيقوم على مشاركة الشعب في الحكم، حيث يكون الشعب هو مصدر للإيه؟ مصدر السلطات. بطريقة مبسطة جداً احنا تناولنا مفهوم الديمقراطية، وقلنا ان هي كلمة يونانية ديمقراطي وبتعني حكم الشعب، وان ازاي ان النظام الحكم السياسي بيقوم على مشاركة الشعب فين في الحكم، بمعنى ان الشعب هو مصدر الايه السلطات. ده كان بالنسبة لسؤال الديمقراطية. وبكده بنكون انهينا حلقتنا من الجزء الاول لمراجعتنا مادة المواطنة وحقوق الانسان. أخذنا النهاردة بشيء من التفصيل الفصل الأول، رجعنا في عناصر الدولة، أخذنا في مقومات الدولة المدنية، وأيضا أخذنا المواطنة، وكانت المواطنة بطريقة مستفيضة تكلمنا عنها بصورة مستفيضة، وأخذنا عدد من الأسئلة واتدربنا عليها سواء أسئلة اختيار من متعدد أو أسئلة مقالية. بتكون كده إحنا كمواطن وأنت كمواطنة صالحة في المجتمع بتدرس مادة المواطنة علشان يكون عندك ثقافة ووعي يعني إيه مواطنة، يعني إيه حقوق وواجبات، يعني إيه الدولة المدنية. أخذنا أبعاد المواطنة، أخذنا حاجات كتيرة أنت ممكن تكون بتسمع عنها في التلفزيون أو بعض البرامج لكن ما بتكونش فاهمها. دلوقتي فهمتها، تقدر تكون مواطن مشارك إيجابي في الحياة السياسية. لما يتطلب منك إن أنت تشارك هتشارك وتبقى فاهم عن فهم وعن وعي. وبكده نكون أخذنا الفصل الأول المواطنة حقوق وواجبات، وإن شاء الله هيكون معانا حلقة تانية للفصل الثاني مع أطيب الأمنيات بالنجاح والتوفيق. كان معاكم ميس فيوليت فوزي.